بدأت أسوق في التجاوب مع متطلبات السوق أو متطلبات المستثمر مثل مؤشرات أو صناديق الاستثمار نعم وأيضا إمكانيات التداول الإلكتروني. نعم ما رأيك في ذلك؟ والله هنشوف صناديق المؤشرات صناديق جديدة، وأعتقد إن احنا هنشوف سترى السوق والبورصة صناديق جديدة تعمل في على المؤشرات، وده تطور جيد لأنه احنا عايزين ننوع ونوسع المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين. كل ما كان السوق فيه تنوع وكل ما كان فيه عمق، كل ما يجذب استثمارات أكبر من المستثمرين. الأدوات المالية أيضا الجديدة، نعم، هل برأيك تجذب بالفعل رؤوس أموال؟ أكيد طبعا، لأنه يعني الأدوات الجديدة بيتم استخدامها مع الاستثمارات القائمة، فبتكملها، بتجذب مستثمر جديد يفضل هذه الأدوات المالية الجديدة. أكيد طبعا بيجذب الاستثمارات. إذا يعني نظرنا إلى الاستقرار الذي بدأت البلاد في الاتجاه إليه، برأيك القطاعات التي ستنشط خلال الفترة القادمة وستواجه أو يعني ستتمكن من تحقيق إنجاز بعد تعثر شبه خلال الثلاث سنوات الماضية؟ طبعا في الفترة الماضية احنا شفنا الصناعات اللي بيقولوا عليها الدفاعية زي الغذاء زي الأدوية هي اللي كانت رائدة في سوق المال. أنا أعتقد السوق المصرية بناء على اللي احنا بنشوفه منهم ومن يعني مناقشاتنا معهم، السوق المصرية سوق واعدة. الكل منتظر كان فترة من الاستقرار الأمني والسياسي، وأعتقد إن احنا هنرى ذلك في الفترة القادمة. فأنا متوقع تدفقات مالية كبيرة جدا للسوق المصرية سواء من الدول العربية أو من المستثمر الأجنبي. هل يركز المستثمر على قطاع بعينه؟ لا، المستثمر بصفة عامة يبحث عن فرص الاستثمار، يقوم بدراسة الأسعار الموجودة ويتحين ويقوم بدراسة الشركات التي يستثمر بها ويتحين الفرصة اللي يرى أنها تحقق له أكبر مكسب بصرف النظر عن القطاع. هل ما زال المستثمر ينظر إلى التشريعات القوانين كنوع من أنواع أنها من الممكن أن لن تدفعه بعدم الدخول إلى السوق، ولكن قد تقوض من رأس ماله أو من إمكانيات دخوله للسوق؟ بصفة عامة المستثمر لا يحبز التغيرات المفاجئة في البيئة التشريعية في لأي دولة، وإحنا أعتقد من أكثر الدول اللي بنفاجئ المستثمر بقرارات جديدة وقوانين جديدة. وأنا كل ما يكون فيه نقلل من ذلك ويكون فيه استقرار في البيئة التشريعية كل ما نستفيد من ذلك، لأنه ده بيطمن المستثمر أنه في حالة دخوله لن يفاجأ بقرارات هو ما كانش عامل حسابه عليها. ما هي اقتراحاتك للقطاع المالي لكي يواكب الرؤى الانتخابية؟ والله القطاع المالي يعني يسيبوه في حاله، أنا في رأيي يسيبوه في حاله يشتغل وبدون ما يفاجئوه بقرارات جديدة وأشياء مفاجئة له، يبقى أحسن شيء يشتغل. الناس العاملين في سوق المال بعد فترة صعبة جدا يتطلعوا إن هم يشتغلوا ويبذلوا الجهد ويرفعوا من مستوى شركاتهم، وكل ما احنا ساعدنا في استقرار القوانين واللوائح هو ده اللي هيساعده. برأيك ايه اللي بيخلي القطاع المالي يتعثر؟ لانه القطاع المالي حساس جدا لاي تغير يحصل في المناخ الدولة، سواء قانون سواء تطورات سياسية. يعني هو اكثر القطاعات تأثرا باي تغير بيحصل في الدولة سواء كان قانون أو سياسة أو اقتصاد، فبيتأثر من كل شيء بأبسط الأشياء تأثر بها، ولذلك تأثر القطاع المالي تأثر شديد جدا في الثلاثة. بالفعل، ما هو تأثير اللوائح التابعة لهيئة الرقابة المالية على سوق المال المصري؟ شوف، عايز أقول لك حاجة، جميع العاملين في الشركات جميع العاملين في القطاع المالي مرحبين ان يكون انه في هيئه الرقابه الماليه موجوده وبتساعدهم. هيئه الرقابه الماليه انا في تقديري تلعب دور مهم جدا وبتلعب دور ايجابي في الوقت الحالي.
صحيح هو الرقيب، والناس بتسمع كلمة رقيب يعني بيخافوا، بس أنا أعتقد أن الرقابة المالية النهاردة موجودة، هي أكتر جهة بتساعد الشركات العاملة في سوق المال، وأنا شايف أن هم بيلعبوا دور إيجابي جدا، على رأسها رئيس هيئة الرقابة المالية، أنا أعتقد شخص فاضل وله مني كل تقدير. إذا انتقلنا إلى الخطط المستقبلية القريبة لشركة اتش سي. نعم، شوفي احنا بنحاول طبعا نحاول نطور عملنا، نحاول ندخل يعني قطاعات جديدة، هنحاول ان احنا نخش قطاع الاستثمار المباشر وننشئ صندوق استثمار مباشر ان شاء الله سنة 2014. هنحاول بنبحث جديا في انشاء صندوق عقاري. انا بقول لك رؤوس موضوعات كده سريعا، حاجات اللي هي تعمل فرق يعني. والحاجة الاخرى ان احنا هننشئ ان شاء الله السنة دي هيبقى عندنا 3-4 فروع تخدم قطاع التداول في الشركة. التداول الالكتروني يعني من اهم المجالات التي يتجه اليها السوق. نعم. خلال الفتره. نعم. الحاليه والقادمه ايضا. نعم. رايك في هذا القطاع او هذه الاليه، وكيف يتم تفعيلها وتعزيزها اكثر في السوق؟ والله شوفي، هي التداول الالكتروني موجود عندنا في الشركه من كذا سنه، وموجود عندنا وعند شركات اخرى، واعتقد انه مصر سترى نمو كبير جدا في التداول الالكتروني أسوة بما يحدث في الاسواق اخرى عربيه. يعني المملكه العربيه السعوديه مثلا 90% من التداول، 80 ل 90% من التداول بيتم بشكل الكتروني، موبايل، على الموبايل وعلى اللابتوب وعلى الايباد وكده. النسبه بتاعتنا بقى لا لسه، احنا لسه بعيد خالص، 15% حاجه كده. يعني مازال بنطمح طبعا يعني، لكن بتنمو، وشركات اللي زينا وشركات اخرى بيحاولوا ان هم يجذبوا عملاء للتداول الالكتروني، بالذات الريتيل المستثمر الصغير. يعني التداول الالكتروني معمول يعني متفصل على قده وعلشانه، والشركات كلها بيبقى عندها دلوقتي نظم للتداول الالكتروني، نظم متطورة جدا وسهلة الاستخدام، فاحنا بنحاول ان احنا نزيد عدد العملاء اللي عندنا في التداول الالكتروني. الصناعات الصغيرة والمتوسطة ربما تتجه اليها الكثير من الشركات والكثير. نعم. من المؤسسات المالية خلال الفترة القادمة، كيف برأيك يمكن استيعاب هذا القطاع الهام من الاقتصاد المصري؟ شوفي، الاقتصاد المصري بصفة عامة قايم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ده اللي بيخلق فرص العمل اكتر من اي حاجه. وانا اعتقد انه يجب التوسع في تمويل الصناعات الصغيره والمتوسطه، بالذات في الاقاليم، بالذات في المناطق الريفيه اللي يمكن يصعب بعمل مصانع ضخمه في هذه الاماكن، في هذه المواقع، لغياب البنيه الملائمه والبيئه الملائمه لوجود مصانع بهذا الحجم. فأعتقد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي اللي تكون ملائمة لهذه المناطق، وهي اللي هتدفع عجلة التوظيف والتشغيل بدرجة كبيرة جدا. فأنا أعتقد منظومة أن احنا نجد آليات تصل إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأقاليم مهم جدا في الفترة القادمة. هل التوجه إلى هذه المناطق أيضا يحتاج تغيير في الاستراتيجيات المالية؟ هي مش تغيير في استراتيجيات المالية، أكتر من توفر التمويل، ويكون عندنا تصور جيد هنمول هذه الصناعات إزاي، ويكون عندنا يعني آليات واضحة وكفء وإحصائيات أيضا. احنا عارفين يعني طبعا هو إيه اللي بيخلق المشاكل، إنه الصناعات متركزة، الصناعات الثقيلة والكبيرة والشركات الكبيرة متركزة في المناطق الصناعية اللي موجودة حوالين القاهرة وفي المدن الجديدة، فده معناه أنه هجرة أهل الريف إلى المدن للعمل لالتحاق بهذه الوظائف. الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحنا اللي هنروح لهم، هو أنت بتخلقي الصناعة في مكان إقامة المواطن وأسرته، بحيث أنه هو لا ينتقل، وتخلقي مجتمع
مجتمع حديث وبتبني حواليه خدمات ايضا، فده بيساعد. بالحديث عن ايضا الافصاح المالي وتقديم الشركات ببيانات بمراكزهم الماليه اولا باول، هذه يعني هذا الشكل من التعاون ما بين الشركات داخل السوق المصريه وما بين المستثمر، كيف برايك سيعزز من دخول مستثمرين كلما زادت عملية الإفصاح وتطورت إلى إفصاح إلكتروني أيضا بتقديم بيانات أولا بأول من المستثمر أو من الشركة للمستثمر، كيف يساهم ذلك على وضع رؤية واضحة للمستثمرين؟ عايز أقول لك المستثمر في سوق المال بياخد قراراته بناء على معلومات واضحة وبيبني عليها حساباته وعلى بيبني عليها تحليله وقراره الاستثماري. وانا اعتقد انه في البورصه المصريه تقدمنا كثيرا في موضوع الافصاح، وهيئه الرقابه الماليه لعبت دور كبير في رفع مستوى الافصاح في الشركات المصريه. وطبعا يعني جميع الشركات التي المقيده عليها يعني طلبات للافصاح بصفه دوريه، كل ربع سنه لازم يفصح، لازم يطلع قوائم ماليه، واي اخبار تؤثر في تداول السهم بيتم نشرها في توقيت سريع. فأنا أعتقد أن احنا قطعنا شوط كبير في موضوع الإفصاح ده. برأيك يا فندم هل ما زلنا نحتاج إلى بعض التشريعات التي يعني لا تجبر ولكن تدفع بالشركات لسرعة؟ عندنا هذا موجود يعني. هل نحتاج المزيد من هذه لا الإجراءات؟ لا أعتقد اللي موجود كافي، واعتقد انه التشريعات اللي موجوده واللوائح المنظمه في السوق، اللائحه المنظمه لسوق المال، اعتقد انه فيها ما يكفي من القواعد الافصاح. وطبعا هيئه الرقابه الماليه عندها اداره للافصاح بتتابع الشركات، وكل من يتقاعس للافصاح بينبه لذلك. ولكن بصفه عامه انا اعتقد ان احنا قطعنا شوط كبير في رفع مستوى الإفصاح في مصر. هل يختلف تحليل المستثمر الأجنبي للسوق المصري عن تحليل المستثمر العربي؟ لا، أنا أعتقد أن القواعد المالية واحدة، والنظريات المالية والاستثمار واحدة، لا أعتقد أنه الاثنين بيحاولوا يستخدموا نفس التحليل، وقد تجدي مستثمر عربي أكثر حرفية وبالعكس. يعني أنا أعتقد أنه القواعد المنظمة لقرار الاستثمار واحد. بعد تقارب يعني ما بين مصر وما بين المستثمر العربي وما بين دول الخليج بشكل عام، كيف ترى تدفق المساعدات إلى السوق المصري وأيضا وجود المستثمر العربي خلال الفترة القادمة في السوق؟ لا، أنا أتوقع أنه هنجد إقبال أكبر من المستثمر العربي في البورصة المصرية، والاستثمار في مصر بصفة عامة سواء كان استثمار مباشر أيضا أو من خلال البورصة هيكون في إقبال أكبر. البوادر بين بدأت فعلا، وأنا أعتقد يبارك هذا التقارب بين الدول وبعضها، بين مصر والدول العربية في الفترة اللي احنا فيها. وطبعا الدعم اللي دول الخليج قدمته لمصر دعم يفتكروا الشعب المصري وهيفضل يتذكروا الشعب المصري، دي كانت مواقف لا تنسى يعني. وانا اعتقد ان الافضل شيء بالنسبة لمصر انها يكون في مشروعات في مصر من دول الخليج أهم كتير من المساعدات. طبعا المساعدات في الفترة اللي احنا فيها بنحاول نقف على رجلينا مهمة جدا، ولكن أنا أعتقد في الأجل الطويل المشروعات بين القطاع الخاص بعضه وبعض هي أهم شيء.